وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من صريح جدا. اليوم سألنا المواطنين الجزائريين وش هي أولويتكم في هذه الحياة. بدون إطالة يلا نشوف وش كانت إجابتهم. شوفي الأخت ولا غير، الأولويات اللي لازم يكونوا في هذه الحياة هي إرضاء الله سبحانه وتعالى. أول حاجة بك رضا الوالدين، رضا الوالدين هما من رضا الله. ثالث حاجة نقول الصحة والعافية والمعافاة في هذه الدنيا. رابع حاجة نقدر نقولوا المال، ربي سبحانه قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امالا. دونك الاولويات كاين بزاف اولويات، كاين اولويات من الجانب الديني، الجانب المادي، الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي الانسان ماذا به يكون عائلة ويرضي والديه ويوفق بين الحياة الخاصة تاعه والحياة تاع العائلة كامل. والجانب المادي ماذا به الانسان يدير التاويل تاعو، يدير التاويل لاولاده باش يكونوا في ظروف ملاح باش ينجحوا. وثاني الجانب الديني، الانسان يطيع ربي سبحانه ويكون مليح في المجتمع تاعو، يكون عنصر مفيد وفعال، وهذا هو اولويات في هذه الحياه. لازم الانسان يكون بالطبع انسان مصلي، لازم تصلي، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كاين بزاف امور واللي هي ثانويه في الدنيا مثل الخدمه، القرايه، هذو لازم يكونوا اولويات باش يكون عندك هدف. ولازم كما انا لازم تكون عندك اولويه اخرى اللي هي الرياضه، لازم تكون انسان رياضي وتبعد على الامورات الفاسده. ومن الاولويات الانسان يبعد على الحرام وش ما يحبش ربي وهذا ما كان. الوالدين يكونوا راضيين عليك وكيشوفوك يشوفوك ناجح تنجح لهم، هذاك هو الصح. وبيان سور قرايتك، ماش تتبعد على رفاق السوء، ما تخالطش نامبورت، تعرف كيش تميتريزي هضرتك بيان سور، وما تخالطش برك، هذا هو هذا ماك. العفسه الاولى كاع الوالدين كيكونوا عليك راضين وكدا وفرحانين بك وكشغل راضين بك اون جينيرال، كشغل قابلين، هذاك هو الصح. كشغل تفتح لك كاع الترقى، واش تحب تنجح واش تحب دير، هادي كي تكون تاني مع ربي دايرها مليحه وكدا وصافي وماشي محاقر الناس ولا ماكلهم حقهم، لا هذاك هو الصح، هذاك هو لا بليغ. المهم كي تكون صافي اون جينيرال، تكون بيان، الناس كاع يحبوك، الناس حابك، ما عندهمش لي بروبليم معاك، هذه هي الاولويات. وخاصه كيما قلت لك الوالدين، بيسك بلا بهم ما دير والو، والله ما دير والو. ننجحوا في هذه الحياه ونرضيو الوالدين ونرضيو الله سبحانه. في الدراسة، في العمل، في كل المجالات إن شاء الله. الله طالبين فلاش تاعي 60 طن، طالب صحة ولهنا هذا مكان. كأولوية أي شخص إنسان عادي في الجزائر أنه يكون خدام، يكون عنده سكنة، يكون مستبيت، يكون عنده وليدات، يكون عنده حياة عادية ما فيهاش مشاكل. أول حاجة لازم العبادة، قال الله في كتابه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بما يأتي الموت. وثانية الزوجة، لازم يقول الإمام الشافعي لا يكتمل المرأة بدون رجل، ولا يكتمل الرجل بدون امرأة، ولا تكتم امرأة بدون رجل. تزوجوا الودود الهولوت، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية إني مباهي بكم الأنبياء يوم القيامة. أولويتي هي ماما طبعا، هذا ما كان برك ماما وخاوتي، ربي يعيشك. وثانيك ندير سبور ونعيش حياة شابة ونتعلم، نتعلم صنعة شابة واللي شاف إن شاء الله ونسافر إن شاء الله. أي شاب جزائري يتمنى يعيش في الحلال. الحمد لله أنا اللي خدام عند الدولة، الحمد لله ناكل الحلال بيان سي، الحمد لله. وش غادي نقول لك، اي شاب جزائري يتمنى يكون كيما هكا. ومن سعاده المؤمن اربع، المركب الهاني، البيت الواسع، والزوجه صالحه. هاد الاولى اللي واحد لازم يكونوا فيه، ان استطاع الى قدر عليهم لازم يكون باش يعيش سعيد في هذه الدنيا. بصح في هذه الدنيا يكذب عليك، لازم يكونوا اولوياتك هما طموحاتك، هما طموحاتك. ما كانش كي تحققي طموحات اللي راكي حيبتهم بيان سور، اللي يكونوا فعالين في المجتمع، راكي بدورك انت راكي فرد من المجتمع. نقولوا الحمد لله. ولازم الانسان لو بوت تاعو كيديروا في راسه يتمشى عليه بما يرضي الله. نعاود نقولوا النقطه الاولى اللي لو فيدباك كيما نقولوا هي ارضاء الله، باسكو بالرضا تاع الله كل حاجه تحقنا في هذه الدنيا. وبابا ويما حييكم من هذا المنبر ونقول لكم يعطيكم الصحه، وان شاء الله بدعاويكم اللي راح نسلكوا وراح نكملوا واش رانا بدينا ونكملوه للاخر.